إبراهيم، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. أولا أعطينا فكرة حول هذا النزاع القائم بين قبيلتي كعبة ومسوفة. شكرا أستاذ منير على الاستضافة، شكرا لجلالة فاس على الاستضافة أيضا. هذا المشكل الذي يتعلق بما يسمى بكلية بوجنيفا هو مشكل يعني قديم. النزاع حول هذا الأرض يعني كان يعني اكثر من 25 سنه هذه، ولكن من بعد صدور التحديدات الاداريه اتضحت الكثير من الامور واتضحت الصوره اكثر لكل طرف ولكل قبيله، وتاكد سكان الكعبه بان تحديدهم الاداري من داخل هذا التحديد الإداري يتواجد الكثير من المترامين على أرضه. هاد المترامين ينتمون إلى مجموعة قبائل مسوفة. قبل خروج التحديد الإداري أو قبل صدور التحديد الإداري كانت مجموعة من الصراعات وكانت مجموعة من الدعاوى في المحاكم ومجموعة من التنفيذات من طرف السلطات المحلية، ولكن كل هذه المحاولات وكل هذه الإجراءات لم يعني تنتقل بهذه المشكلة إلى حل نهائي وطي نهائي لهذا النزاع. أشنو وقع اليوم بالضبط؟ قبل ما نتكلموا على أشنو وقع اليوم بالضبط، نتكلموا على اللقاء اللي انعقد في مقر العمالة زاكورا، وهو اللقاء اللي دعت له أو شرفت عليه السلطات الإقليمية مشكورة، وحاولت هذه السلطات الإقليمية تجمع بين القبيلتين على أساس أن يكون حل ودي لهذا النزاع. وبعد يعني بعد الاجتماع أو من داخل الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة في 23 من الشهر الفائت، تم الاتفاق على مجموعة من النقاط ومجموعة من المخرجات. على من أهم هذه المخرجات التي تم الاتفاق عليها هو تحديد يوم 6 في شهر 2 أنه تكون يعني معاينة للمنطقة المتنازع عليها، ولتحديد يعني عدد المترامين ولتحديد المساحة التي يعني يستغلها هؤلاء المترامين، وبعد ذلك نجلس على طاولة الحوار واتفقنا على أن يأتي كل فريق بخارطة طريق تصوره لهذا الحل. هذا ما تم الاتفاق عليه، وتمت مباركة هذا الاتفاق من طرف السلطات الإقليمية والسلطات المحلية، وتمت مباركته من طرف القبيلتين ومن طرف كل المتدخلين ومن طرف حتى أبناء المنطقة ومن طرف مجموعة من المنابر ومن المواقع إلى آخره. لكن للأسف هذه المدة التي كانت فاصلة بين موعد المعاينة وبين الاجتماع الذي تحددت فيه حصلت الكثير من ما يمكن أن نسميه بالمفرقعات، وحصلت كثير من التجاوزات من كلا الطرفين نظرا للعلاقة الشبه سيئة التي كانت بين القبيلتين فيما قبل، ونظرا لأن الثقة لم تبنى بين أفراد القبيلتين. ولذلك حدثت مجموعة من الأمور، تجاوزات على 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 أرض الواقع، حصلت شكايات يعني تنابز تلاسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره. ومع ذلك نحن كمجموعة قبائل الكعابة كنا مصرين على أن نستمر في هذا الحوار، وأكدنا تشبتنا به بناء على الضمانات التي قدمتها لنا السلطات الإقليمية والمحلية مشكورة، بالإضافة إلى أننا
كقلت كمجموعة قبائل الكعبة، لا يعني لم تكن لنا النية في التراجع ولا في نصف هذا الاتفاق، رغم كل ما حصل وأكدناه واتصلنا بكل المسؤولين وأكدنا لهم أننا متشبتون بهذا الموعد الذي كان مقررا اليوم. فإذا بنا نتفاجأ أن الطرف الآخر لم يحضر إلى الاجتماع، تخلف عن الحضور إلى الاجتماع، وبعد يعني بعد استقبالنا من طرف السلطات في مقر العمالة وفتح نقاش حول أسباب التأخر وحول أسباب عدم الحضور، يعني أكدوا لنا أن ما وقع قد أثر على مجرى سير هذا الاتفاق، وأنهم يعني يطلبون قليلا من الوقت حتى يعني يرصوا صفوفهم ويعودوا إلى طاولة الحوار. المؤكد الآن وبعد الاجتماع الذي انعقد الآن في العمالة، أكد كل طرف على أنه مستعد ليواصل هذا المشروع المهم بالنسبة إلينا وبالنسبة لمنطقتنا بالدرجة الأولى ولوطننا. وكما قلت، تحت ضمانة السلطات الإقليمية قبلنا بأن نؤجل ما كان متفقا عليه اليوم إلى الغد إن شاء الله. نعم. بالنسبة لكم كيبقى النزاع واحد منطقة معينة هي منطقة بوجنيبة، ما الذي تشكله من أهمية لدى الطرفين؟ منطقة بوجنيبة عندها تاريخ، أتكلم يعني عن القبيلة التي أنتمي إليها. منطقة بوجنيبة أجدادنا يعني بعضهم كان مقيما بها، وكانت هي الأرض الخصبة يعني التي يزرعونها كل عام. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني كانوا يترددون عليها كل سنة للحرث، خصوصا إذا كان يعني كانت السنة ممطرة، وتتميز هذه المنطقة يعني بجودة الأرض ديالها وبجودة المياه وبجودة الهواء ديالها. ولكن بالنسبة إلينا، كيفما كانت هذه الأرض ولو كانت حجرا فنحن نعتبرها ملكا لنا بقوة التاريخ وبقوة القانون، ولذلك لا يمكننا التفريط فيها ولا في شبر منها. هذا هو الأصل بالنسبة إلينا. نعم. بالنسبة أيضا كسؤال أخير، هو يعني واش ما كاينش بدائل أخرى من غير هذا النزاع المباشر وهذا الاحتكاك المباشر، مثلا من قبيل الاستغلال المشترك بالتناوب أو شيء من هذا القبيل المنطقة؟ الاستغلال بالتناوب يكون بين أفراد جماعة سلالية، أما نحن كمجموعة قبائل الكعبة وقبيلة السفا، نحن نشترك في المنطقة، فلنا أرضنا التي تسمى التحديد الإداري 379، ولهم أرضهم التي تسمى بالتحديد الإداري 378. هذه أمور واضحة. الذي حدث هو أن بعض من أفراد هذه القبيلة تراموا على أرضنا، منهم من ترامى يعني وهو مقتنع بأن هذه الأرض ليست له، وقد يترامى بعض البعض بحسن نية وبأن هذه الأرض هي أرضهم وإلى آخره، ولكن القانون حسم الأمر، صدور تحديدين الإداريين حسم هذا الأمر.